الخير البنات، كي صبحتم. مهم هذا النهار الثاني ديال العيد. غادي نوريكم، كنت وريتكم البارح باللي الحفيظه كترد في المروزيه. المهم ها هي راها طابت هنا، السلات هذاك الشيء مماطلقاو في الاناس ديالها، وهنا الشلاضه كيتي، وهنا طيبت عجنت الخبز انا، ها هو دايره تيخمر. وصهيب ها هو، كي دايره صهيب؟ اشنو كطيب لينا اليوم؟ انا بيتزا تابت طيب. تطيب بيتزا؟ اه. وفين هي ددوشة؟ تتسع مسات. هنشوفو فين هي، نمشيو نشوفو ددوشة. يا ددوشة تا هي اش كنتي كطيبي انتيا؟ بيتزا. بيتزا تا انت كطيبي بيتزا، وكنتي كتفرجي حدا الميمة. ماما لاباس عليك، كصبحتي مع العيد؟ الحمد لله. تخافيش نصورك شاب اي جاز. بخير هي امولة كتبان. صافي دابا. ها ادم ما شفتوش البارح، ها هو مسكين يلا جا كان مسافر، ويلا جا مبروك العيد ادم. ها هي ساجه جالسه تاهي تتفرج. ها الشاف صهيب، لاباس عليك صهيب؟ لاباس. كلشي بخير؟ كلشي بخير. الناس بعد ما خليت الخبز يخمر باش نتغداو به، هنا غادي ندوز نوجد نغوتي اولا. المهم غادي نديرو قطبان، بما انه اليوم ثاني عيد غادي نديرو قطبان. هنا عندنا اللحيمات ديال اللحم اللي قطعناهم بحال هكا، عندي قزبر معدنوس، عندي هنا بصله غادي نزيدها عليها، واحد جوج بصلات كبار. غادي نزيد الملحه، عندي الكمون، بزار، عندي هنا شويه ديال التحمير، ما غاديش نكثر هذا قبل اللون، عصبر يابس مطحون، هنا السودانيه غادي نعزل وندير ليا انا وماما السودانيه. المهم ندير زيت الزيتون، شويه الخل البنات، لعبتكم الخل ديال الخل الصحراوي كيجي زوين، هذاك الخل كيعطي واحد المذاق زوين. انا عندي الخل العادي وصافي. دابا غادي نخليه مرقد حتى العشيه، عاد غادي نبداو نطيبوه. صافي دابا غنعزل واحد الشويه ليا انا وماما. المهم راه حتى الدراري انا كيعجبهم الحار، اللي بغى الحار واللي بغى العادي. هذا نخليه هكا عادي، نص تقريبا عادي، ونص ندير فيه السودانيه. هو الغدا ديالنا، ها هو مروزيه معلكه وشلاضه. هنا غديوه امل ضروري تاهي مبينوها، ما جبتيش لا فرماج؟ لا ندير لها مع المريقه باش نعطيها الحبوب. ايوا صافي، احنا جا وقت الشوا البنات، احنا هبطنا للكاف عاوتاني. درنا ها هو خليته مرقد حتى تغدينا وهبطنا. ها هو هنا الحار، وهنا اللي نص شحال بغيتي؟ ايوا اتي باقا ما طيبتوش. ها هو يلا درت المجمر، درت المجمر يطيب، المجمر يطيب، درت المقراج يطيب على ما نعمرش. وها ماما ما دايرهش الزيف داك الشيء، ما بينتهاش. يا انا غندير السيف في الدار. وما هي حيدت السيف، حيدت انا دخلت حيدو، انا ما دخلت، دخلت بالمجمر انا.
غنحيدو صافي حيد يا هيد. لا 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 حشومه حشومه بصحتكم. مرحبا بالضبان راه غادي نمشروع فراس الدرب نص 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 دارت نفسه جات تعاونني شافت بقيت فيها احسنت ما قدرتش نخليها بوحدها ولكن جات تديرها في الحار. انا كندير على الحار اللي باغا انا ها هو هادو كلهم ديالي ولا كماما ديالي مزحني مع حد صافي ايوا بصحتك وبراحتك الله يعطيك الصحه كل شيء كلمه عزيز دابا عليكم السلام لاصقكم كي جاتكم عجيبه يا سلام الدراري الصغار تبارك الله الحمد لله على النهار تبارك الله وما شاء الله انا اللي اختاري شي غاتي قلتي ويجي اما الوالده كون جبنا الضروبه ايوا ماشي الضروبه الجمل معانا عزلت لنا الحواله بعد لا لا الجمل الجمل هادشي شي ضروبه الحمد لله. ايوا الواحد هو الا شراش يديرها كبيره عينها كبيره اي انا عيني صغيره خاص جيبكم عامر ما تجيش معاه قال لك باقي قال لك جوج حوايج قال لك الا كان عندها الفلوس ما طلعهاش في الدار وما عرفش ليه الحاجه تري ما قلت كانت كاعيه ولا كان جيبها عامر لا ملي نكون كاعية ما عندي فلوس لا ملي نكون ناشطة جيبيها قال لك فاش تكوني كاعية كتشدي الطريع كتبقايا غادة فاش تكوني عندك فلوس أو ثانية كتشدي الطريع كتبقايا غادة شكون اللي يشدك الله تقضية تقضية أنا درت البريري أتاي ديالي تشحر عمرتو عرفتو سبحان الله في الفاخر كيجي بنين أتاي كيجي زوين بزاف ولدي ادم ما شفتوش معايا بزاف الفيديو هضر ادم قول شي كلمه هضر ادم راه كيحشم راه حشومي ولدي ما لا ولدي الله يلا حشومي ادم حشومي بزاف الطبان ديالنا درتهم تيطيبوا ها نتوما البنات هاد المجمر هذا راه صداع زوين والله الا زوين وكبير نيت ان شاء الله مازال غادي نبدا نطيب فيه الطويجنات ممكن ديروا فيه حتى طاجين كبير وطاجين صغير راه كبير ها نتوما المهم هذا راه قلت لكم خديته من عند كويزين مول غادي نخلي لكم جميع المعلومات عليهم في صندوق الوصف ومن البنات انا رجعت معكم باش نوريكم شي حويجات اللي خديتهم من عند واحد الصفحه المهم غادي نخلي لكم جميع المعلومات ديال البنت اللي خديت من عندها في صندوق الوصف غادي نخلي لكم الصفحه ديال الانستغرام ديالها كذلك الرقم ديال الهاتف ديالها ممكن تواصلوا معها وديك الساعه اي سؤال سولوا ليها راه غادي تجاوبكم غير بغيت نقول لكم ان هاد الحويجات هادو باثمنه جد مناسبه مستحيل تلقاوهم بهذا الثمن لان الثوب ديالهم زوين بزاف المهم اول حاجه خديتها هي هاد الثوب هذا والبنات هاد الثوب هادو راه وافين يعني ممكن الحجم اللي بغيتو ديرو في السعيه اللي بغيتو كافيكم هاد الثوب هذا المهم كيكون بحال هكا هذا تقريبا الثوب بحال ثوب جوهره تقريبا وكيجي معاه الشال ديالو والحاجه اللي فيهم زوينين هو انهم مطروزين يعني غير كديوهم كيكونوا مطروزين في اليد وفي العنق يعني كديو من الخياطه كتفصلهم لكم كديروا شي خياطه اللي كتكون خفيفه وصافي الكاندوره ديالكم اولا البيجاما ديالكم كتكون واجده هذا هو اللون الاول اللون الثاني هو هذا وكاينين الثوب اللي تيكون فيهم الشال وكاينين اللي لا هذا الثوب الثاني وثوبهم زوين البنات هانتوما ثوبو رطاب شفتو زوينين حتى هو فيها الطرزه هذه وكاين هذا اللي في المارو شكل اخر حتى هو فيه هذيك الطريزه وكيجي معاه الشال ديالو ها هو الشال ديالو كيكون فيه نفس الطرزه اللي كاينه في الثوب كاينه حتى في الجنب ديال الشال هادو ممكن تحضروا بهم في المناسبات اولا ممكن ديروهم تبدلوا فيهم في ديوركم كيجيو زوينين بحال القفيطنات وكاين هاد الثوب هذا اللي عجبني هاد اللوين زوين بزاف انا غادي نحل لكم هذا باش تشوفوه
شوفوا الطول ديالو راه فيه اكثر من 3 متر وفيه العرض. ها نتوما شوفوا، انا ان شاء الله فاش غادي نفصلهم غادي نشاركهم معكم بطبيعه الحال. غادي تشوفوني بديت كنصور بهم لانهم زوينين بزاف. ها نتوما وكيكون فيهم في الايدين، فيهم واحد الطريزات في الايدين، ها هما الخياطه فاش غتشوفو ما تعرفهم انهم تيكونوا في الايدين بحال هكا. ها نتوما تيكونوا دايرين بحال هكا في الايد، وشوفوا راه طويل نيت، يعني راه غادي تخيطو ويشاف منو. وكاين هاد اللون هذا بحال هذاك المارو، هذا في الغوز وبزواقة وحدة أخرى ها هي، وبالشال ديالو. إيوا صافا البنات، دابا غادي نخليكم إن شاء الله غادي نخلي لكم جميع المعلومات عليها في صندوق الوصف وفي أول تعليق مثبتة. تواصلوا معها وهي غادي تقول لكم فين ممكن تواصلوا، فين ممكن يوصلكم هذا الشيء، ممكن يوصلكم حتى لباب الدار. المهم تواصلوا معها، راه نخلي لكم جميع المعلومات عليها ونخليكم دابا تنطلعوا. احنا البنات دابا جينا اليوم الجمعه، جينا عند ماما دارت لينا كسكسو، جاو هما البارح. ايوا هو كسكسو ديال ماما جا على مزيناتو. هنا البنات غادي نسد معكم هذا الفيديو حتى نطلعوا ان شاء الله فيديوهات جداد وروتينات جداد وصفات جداد باذن الله. يلا نخليكم في امان الله.